little bit, but you say you're doing this thing though. Ha ha, yap it up. Can you open the سماعة؟ 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 صور الله يخرب بيتك، صور النبي عاشور، صور خطيه، الله يخليك. عاشور كان يأوبن ذا سماعة. Can you open the سماعة؟ شو انزل كولوسال كروبز انت سمع قصدي باني بيرز انزل باني بيرز باني بيرز انت نزل فين؟ بوت بوت عندي ناس عندي ناس وشكلي هكذا صورة يوم بوت فتزلت فين؟ قلت دي مش تاكس صورة افتح السماعة صورة يوم مش تاكس واو السويد لازم اجيبه عندنا لا 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 صورة صورة بجد انتي ضايع اه شفتك ايه
طب ازاي؟ شوف شو هيك شو شو روح لي حاول تلحقني بالشطيف وجرابنر اللي معاك. انا بقى منصور بقى بطل واجري لو سمحت. شوف اخلص بقى، حاول تجيب الريبوت حتى بيت الامو بوكس. اخلص بقى يا منصور. مش هتلحقني. رب تتجاهل، يا رب حد يجيبك، يا رب حد يجيبك، يا رب حد يجيبك يا منصور، يا رب حد يجيبك. شو بقرا؟ يا رب توت. بس زي ما زي ما زي ما جابتش لحد دلوقتي، بس زي ما محصلكش سنايب لحد دلوقتي، مش عارف ازاي. اوه اخيرا ضرب. هاتهم بقى يا منصور. يا رب توت، يا رب توت، يا حمار جنبك جنبك. مش شايفك ازاي؟ لا نشوف وابي الو. سوري كان في عندي جليتش كده، انا لازم اموت عشان اقدر اتكلم. لا والله هو ده اسمه جليتش اساسا، ده اسمه عبط. لا جليتش ده اسمه نوت جليتش وايديوت. لا اصل مشكله انا في عندي كده جليتش كل ما ادخل اول ماتش بقى اليوم. هلو. المرة الجاية يا ريت قوي تنزل معايا. لا انا مش نازل معاك، انا نازل بنانا. في حتة اسمها بنانا؟ بنانا ستيمي. في
هي المود دي فيها بانكر تشيست. اه لا لا صح. Eating a burger. Okay. Team stacks. Okay, Finn's team stacks. Hello? Hello? Hey, I'm gonna catch you. Hey, yeah! Ha! Tuna. That was it? I get those goosebumps every time. ولكن عندي سؤال، عارف ترافيس سكوت؟ yes. بيقولوا ان هو سويت سكين وهو عمره هيرجع الايتم شوب. مش هيرجع الايتم شوب؟ في ناس بيقولوا كده. انت بقى انت وعبد الرحمن عندكم بقى. لا ايوه مش انت وعبد الرحمن عندكم؟ لا ما عندي. اوكي لا يعني عبد الرحمن ما عندوش بس انا عندي. لا لا عبد الرحمن عنده انت. لا ما عندوش سبب سبوت بس عنده اصلا جاك. اصل ده اسمه ايه نينجا لخبط. انت لخبطتني. ولكن بص انا عندي سكن اثنين سكنز اللي هم بتاع ترافيس سكوت. يا ولد مصطفى اتفرج عليا مصطفى. حلوة انت قاعد تعالي صح؟ ده انت؟ لا ده انت اللي جربت؟ لا اه انت عارف ان بجيب ده قاعدين واحنا في الهواء قاعدين نلعب كارت شوتي بالعكس نقدر نعمل ايم واحنا ميد اير انا عارف انت الاول مره تلعب الجيمون ده ولا لا لعبناها قبل كده مع بعض كانت سكوادز اه ده لقيت ده على الارض اوكي لقيت ايه لقيت ابيك قلت ابتن سنايبر على الارض لا مش ابيك ده لا لا هو معايا بايدي في واحد لا ده اياك تجيله اياك تجيله ده جود دوك ده عنده شوت جان تعرف يعني ايه شوت جان واحنا عندنا سنايبرز وعنده اتش بي كتير فما تروحش عليه اوه جاي شفت جاي من جاست كده كده اصلا مش لازم ريلود بسرعه اصلا انا نسيت ان احنا نفتيش بيه ده طلع بومب يموت لا بومب ده عنده بقى ده عنده ميد شيفت قصدي عنده برايمال اسمه ايه؟ معاه ايه؟ برايمال شوج يا اخي يا مصطفى انا عايزك تمسك بسرعة عاوزك تجيب 50 ماتس من كل ماتيريال لا تقول لي سكاي بيت لقيت بولت لا 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 طبعا لا ده سكاي بيت من الجيم دي ايه ده لقيت ابيك بتاع تعرف ان انا مرة لقيت حد عمل سكاي بيت المود دي؟ تعويض ده لا اقول لك عمل ايه؟ راح عند ويبينج وودز
ماشي، جمع شوية ماكس ماشي. وفضل يبني رامب ورامب ورامب ورامب، بعدين فضل ينزل تحت وبعدين يجيب ماكس أكتر، بعدين رامب 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 رامب، بعدين ينزل تحت وأكبر، يعني فضل كده طول حياته لغاية ما مات. وليه الود أكتر ياخد منه أكتر من بقيت؟ انا هجيب الاكزوتيك سنايبر. اوكي انت معاك هانتنج صح؟ لا معايا واحد اكزوتيك. معاك ايه؟ اكزوتيك هانتنج الرايت الزرقاء، يعني الرايت الزرقاء هو اللي انا هقوله. طب اعمل دروب كده على الشوط. ثواني احنا لازم نروح عند ال ايوه ده مصطفى. مصطفى عندك هانتنج رايفل معايا؟ ايوه جرين. عندك كام جولد؟ جولد 638. لا بقول لك يبقى تعالى نوصل هناك وقال الهانتر الهانتنج رايفل بتاعك ايه؟ اول ما نوصل هناك وقال الهانتنج رايفل بتاعك ايه؟ لو بس عمل سبون ده تبقى كارثة. لو عمل سبون عندي سؤال، هو ايه فايدة الفراغ لو كده فيها اصلا مش هنقدر نقتله ونجيب برامي السينجبو بالظبط كده؟ ايه يا موجود اوكي جاهز. بلاتي بص بص انا هقعلك الهانتنج رايفل بتاعك بس انت تديني بتاعك. اوكي خد. تلاته فين ده؟ تلاته فين؟ انا دلوقتي حالا عملت له ابجريد. عملت لك ليفل اب صح؟ او جالك اكس بي صح؟ قول لي جالك اكس بي؟ ملاحظتش بصراحة. بقولك انا عندي كل حاجة ليجنداري، انت عندك ايه؟ انا عندي ليجنداري هانتنج وليجنداري ابي سنايبر وليجنداري وقصدي ابيك بولت اكشن سنايبر وجرابلر واسمه ايه ده؟ وامبالس. طب على الاقل مش هتشكرني يعني، حرام عليك. ربنا يديك الصحة والعافية ويخليكوا. لا أنا قلت تشكرني مش شحات. واو مصطفى أنا عندي سؤال، وأنت ليه بقيت دايما شحات؟ أنا شحات. لما تكبر هتبقى شحات. شكرا. أنت عملت له أبجريد؟ أه بتاعي. لو حد موتنا هيشوف لوتنا ويعني أحسن لوت يقدر يجيلك. عايز تعرف ده كلفني قد ايه جولد؟ يا فاكر لما كان في سيزون 5 شابتر 2 دراجونز برات زارتك سنايب فاكر؟ بس في نكس بلان كاننا هيجي لنا اي لوت جميل يعني بس كامبينج اهو. فين السبلاي؟ فين السبلاي هنا؟ امال الشيء اللي هناك اللي هناك دي بعيد. شفتها شايفها؟ متعرفش مكاننا يا غبي. لا بقولك بص هما هيعرفوا فين مكانك مش هيعرفوا انا فين. ليه؟ رايح جوه حمام. مصطفى جاهز؟ انا جاي لك. البنت جابلي ذكريات. لا هو اياك تعمل شوكويف. باتمان تو نو 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 نو
هو لو احنا لقينا سكيرف تراب نقدر نجيب شيلد. يس اه كان بالجيم مود ده مفيش شيلد غير بس سكيرف تراب كده، يعني مش هنلاقي مني دي الوسيلة الوحيدة اللي احنا نلاقي فيها احنا نجيب فيها كل شيء. لا انا كنت حان متابع حاجة بس يا عم ثانية واحدة، هو هنا في بورس احنا قتلناه من جبنا ميت. مصطفى اجري نوت اي حاجة وصح اعمل نوت كوب اي حاجة. اوكي اجري 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 اهو ده عندي جامد ازاي واو مفيش اي حاجه اسمها نوكو مفيش اي حاجه اسمها. تعالى 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 بسرعه ليه ايه لانش بات هنا اهي يلا. طب على الاقل شوت الولف معايا يا عم اجري مالكش دعوه كده كده حتى لو وانت فيه مش هيعمل كده كده هتتجاب طلقه احمر يا لو عندي اليسار صح انا نسيت مفيش هيلينجز مفيش هيلينجز بالجيم مود ده يا لهوي على كمية الديناصورات انا عايز العب باكس طبعا انا عايز العب باكس وان شوت يا لهوي ده انا عندي واحد لا كده اتكل على الله بقى ليه؟ تعالى ساعدني طيب ماشي وفين؟ الديناصور يا حقير ما تخافش يا مصطفى انا جاي ما تخافش يا مصطفى انا هجيب لك ثلاثة كمان ديناصورات اوكي عايز يفيدوك كان ما فادونيش بأي حاجة شفت واحد على فكرة سبته دلوقتي طبعا كنت صح متابع حاجة واحدة هو ايه فايدة حياة الليجنداري لو كده كده كلنا عندنا 50 اتش بي يعني احنا مستعدين نتكسو يعني انت ضيعت لي 100,000 جولد ليه؟ اوه انت عليك باونتي اه ايه ده؟ اوكي باونتي اوه ده عندي 20 اتش بي يا بيتك يا ديناصور يا حمار يا زفت اللي بقالك سنه بتجري ورايا بس اديله هات شوت بس مره واحده بالليجندري هانتنج رايفل هتلاقيه مات بيعمل 200 دامج يعني على الاقل في بيلدينج هنا حد باين هنا بس اديله هيد شوت اي حاجة ونسوق الهاي جراوند اللي هناك ده شايف الحتة دي تيجي نروح عاوزين نروح فيها الماب دي فيها فول دامج؟ لا بقول لك يا انا رايح عند حتة الهاي جراوند اللي انت عملت عليها مارك انا بس هسيبك اوكي؟ جود باي ما انا رايح لها انا كمان جود باي مصطفى اه في انك لانش باد لو كنت عايز توصل لي بس ماشي باي بس ما لقيش ناس ناس روكو مونتن يا لا ده دمار انا مش هسيبه انا كمان بتضرب هو بيضرب على وانا النيمار انت بتجري مني ليه وانت شايف انا فينك مصطفى وانت شايف انا فين لا يا لهوي بقى والله العظيم شو النبي هذا اديت لي الديناصور هيد شوت يا منصور قيم قيم الواد ده مش طبيعي عيب عسكر من اللعيبه يا ابن اللعيبه طب شويه اه ده عندي ستورم ده انا عايز اشوف ولك عايز ليجندار هانتنج محتاجه ده فين ال طيب لا هي يا ابني يلا اعمل بقى شوك ويفنج لا شوك ويف ايه في عند كاتي كورن روح عند كاتي كورن اتفرج 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 I get those goosebumps every time.
عندي سؤال، هقولها هتعمل ايه سبون يعني لو انت كان لسه عاملك ريبوت حالا؟ صح حمش. طب يخرب بيتك مش هقدر. Oh.